السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وجهاز جديد من تورنيدو، والنهاردة معانا من تورنيدو الشواية لا غنى عنها في أي بيت. والنهاردة تورنيدو بتوفر لنا شواية ولا أروع من كده. أولا 1800 واط، وده بالنسبة لشواية فهو استهلاك قليل في الكهرباء، كمان بضمان العربي. يلا بينا بقى نفتحها من جوه ونشوف شكلها ايه وايه المميزات اللي فيها. بنفتح الكرتونة بقى بنلاقي فيها الكتالوج اللي فيه كل المعلومات عن الجهاز، كمان معانا شهادة الضمان، ضمان العربي، ودي ضرورية جدا. الجهاز نفسه بقى معمول من الستانلس من بره بحيث انه يبقى تنظيفه معاكي سهل جدا جدا، ومن جوه كمان المكان اللي بنشوي عليه الجريل نفسه من خامة ما بتلزقش، وبالتالي تنظيفه سهل، كمان الاكل ما بيلزقش فيه. بيجي كمان 2 كاب معاه بالشكل ده، لازمتهم ايه؟ زي ما انتوا واخدين بالكم كده في هنا فتحة، دي بتنزل السوائل الزيادة، وبنحط الكاب تحتها عشان كل السوائل تنزل فيه. دي في حالة ان انا بشوي من ناحية واحدة، برص الحاجات اللي هشويها سواء لحمة فراخ ايا كان واقفل عليها بالشكل ده. فالحاجة اللي بنشويها بتاخد التجزيعة بقى بتاعت الشواية دي اللي احنا كلنا بنحبها وبنشوفها في المطاعم، فبتدينا نتيجة ولا اروع من كده. كمان عندنا اختيار تاني، ان انا افتح الشواية وبتتفتح معايا 180 درجة، عندي بقى حفلة ولا عزومة وعايز اشوي كمية كبيرة فهشوي عليها وهي مفتوحة بالشكل ده. عشان كده جاي كاب تاني يتحط برضو عند الفتحة دي علشان اي سوائل بتنزل ما تبهدلش معايا المطبخ. التشغيل بقى دلوقتي، لو انا هشتغل على الجريل وهي مسطحه بالشكل ده عشان اخد مساحه اكبر اشوي فيها عدد اكبر او كميه اكبر من اللحوم، هنعمل ايه؟ هنخليها مفروده كده، وهنا عندنا زرار، الزرار ده بيتيح لي ان انا اشغل يا اما الاثنين يا اما واحده بس، مرسوم هنا عليه، فانا بظبط بالظبط الزرار علشان اخد التسويه المثاليه، يا اما هشوي على الاثنين وهي مفروده كده او هشوي وهي مقفوله، تمام؟ بنختار من الزرار ده. تاني حاجه بنبتدي نختار درجه الحراره، وهنا الجريل بتاعتنا بتتميز ان هي عندها درجه حراره لغايه 245، بتبدا من 100 بعد كده 150 بعد كده 200 وبعد كده 245، كل ده بيتيح ليك انك انت تعلي وتوطي علشان تاخدي درجة الحرارة المناسبة لكل قطعة لحمة بتسويها. كمان في الزرار الاحمر ده بينور لما بنكون حاطين الفيشة خلاص وصل لها الكهرباء، الزرار الاخضر ده بينور لما درجة الحرارة اللي انت ظابطة عليها توصل لدرجة الحرارة اللي انت ظابطاها فتلاقيه اللون الاخضر نور. كل ما توصل درجة الحرارة للدرجة اللي انت ظابطاها عليها تلاقيها عملت ستوب، ولما تهدى تلاقيها رجعت تاني اشتغلت تاني وهكذا لغاية ما تسوي لك الحاجة اللي انت حطاها. وبكده يبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل جدا، جهاز سهل وبسيط، استخدامه سهل جدا ونتيجته ولا اروع من كده. ويلا بينا بقى علشان اوريكم هنشوي عليه ازاي. يلا بينا. ويلا بينا نشوي بقى كباب وكفتة تحفة جدا، وطبعا كلكم جربتوا خلطة الكفتة بتاعتي والطريقة وكل حاجة تطلع معاكم 10 على 10. انا هفتح الشواية بتاعتي بقى علشان ايه تاخد اكبر كم من الكباب والكفتة. يلا بينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بقى ندي دهنة بسيطة خالص من الزيت، طبعا حاطين الفيشة ومسخنينها علشان على طول اللحمة والكفتة ينزلوا يبتدوا يستووا على طول. خلاص دهنا كويس، يلا بينا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندكم الفيديوهات بالطريقه والمقادير والتتبيله الخطيره بتاعه اللحمه وكمان طريقه الكفته عشان تطلع معاكي 10 على 10. هتشوي بقى من غير ما تولعي فحم ولا وجع قلب ولا دخان ولا الكلام ده كله، زي الفل. تعالوا نحط الناحية التانية بقى ايه، كفتة. نحط كمان شوية بقى من البصل، طماطم، الخضار لما بيتشوي كمان بيبقى حلو قوي.
ادي فلفل، وتعالوا ناخد كمان قطعتين لحمه هنا. اهم حاجه تسمعي صوت الطشه دي، يبقى كده الجريل سخن ونقدر ان احنا نشوي بكل سهوله. هنسيب الحاجه بتاعتنا دقيقتين من ناحيه ودقيقتين من الناحيه الثانيه لغايه ما تاخد اللون الذهبي من جميع الجوانب وتستوي على طول ان شاء الله. يلا بينا بقى. الكفته خدت لون حلو قوي من فوق ومن تحت، واللحمه كمان هنرفعهم من النار. شايفين التسويه؟ بصراحه تحفه جدا جدا. اللحمه استوت خلاص، لونها وشكلها ما شاء الله بجد، ولا ريحتها مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. طلعنا الكباب والكفته من على الجريل. نقدر دلوقتي لو عندنا كميه صغيره ان احنا نشويها ازاي، احط كده قطع اللحمه. سامعين التش دي؟ اهم حاجه عشان تبقى سخنه وتسوي على طول معانا قطعه اللحمه بسرعه. خلاص حطينا قطع اللحمه، هقفل بقى عليها الجريل، وده هيدينا تسويه اسرع للحمه. بسم الله بالشكل ده. خليها بقى لغايه ما تاخد لون فوق وتحت وتستوي تماما، وبعدين نخرجها من الشوايه. ويلا بينا بقى. ما شاء الله اللحمه اخدت لون تحفه فوق وتحت واستوت وبقت 10 على 10. هنقدمها على طول. شايفين لمعتها كمان؟ ما شاء الله بجد. والتخطيطه اللي فيها دي تحفه جدا. ايه الجمال ده؟ وبألف هنا وشفا. بصوا بقى الكب اللي بيبقى موجود اللي احنا قلنا عليه بيتملي من الصوص مكان شوي اللحمه والكفته. هناخد منه بقى وندي تلميعه حلوه كده للكفته بتاعتنا والكباب علشان يطلع بقى شكلهم مغري جدا جدا للاكل. عملنا مع بعض الكباب والكفته على جريل تورنيدو. بينا كده نبص اخبارهم ايه. طبعا الكفته استوت تحفه ما شاء الله، اللهم بارك، بجد في منتهى الجمال. كمان الكباب بصوا، شايفين ايه الجمال ده؟ مستويه وعشرة على عشرة. لو عايزه التتبيلات والرز المبهر كمان هتلاقيهم عندك على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.